بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبابنا الكرام، حديثنا اليوم حول الجيش الأول الميداني المصري. أين اختفى هذا الجيش بعد انفصال مصر وسوريا عندما كانتا دولة واحدة؟ تمتلك مصر في تسميات جيوشها العسكرية الجيشين، الثاني والثالث الميدانيين، ويتساءل العديد من الأشخاص عن الجيش الأول الميداني، علما بأن هناك منطقة مركزية عسكرية ولكنها لا تمت للجيش الأول الميداني بصلة. يرى الخبراء العسكريين أن الجيش الأول الميداني هو الجيش العربي السوري أثناء قيام الجمهورية العربية المتحدة، وكان مقره سوريا، وأطلق عليه هذا الاسم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. ولكن بعد الانفصال بين مصر وسوريا أصبح الجيش الثاني والثالث في مصر فقط، حيث يقع الجيش الثاني الميداني بمدينة الإسماعيلية، أما الجيش الثالث الميداني فيقع في مدينة السويس. ورغم مشاركة الجيش الأول الميداني في حرب أكتوبر، حيث كان يتكون من الحرس الجمهوري وفرقة مدرعة ولواء مشاة ميكانيكية مستقل وألوية مدفعية ميدانية وفوج من القوات الخاصة، إلا أن التسمية اختفت بعد الحرب مباشرة، ولم يظهر في مصر إلا الجيشين الثاني والثالث والمنطقة المركزية العسكرية. سبب احتفاظ الجيش المصري بالأسماء الخاصة بالجيشين الثاني والثالث هو مشاركة الجيشين في حروب السويس والإسماعيلية، وهناك معارك سجلت بأسماء الجيشين، لذلك وجب الاحتفاظ بالأسماء الخاصة حفاظا على تاريخ هذين الجيشين وبلائهما الحسن في تلك المعارك. بالأمس الأربعاء 22 فبراير يصادف هذا اليوم أول وحدة عربية بين قطرين عربيين هما مصر وسوريا، وكان شكل الاتحاد متمثلا في الجمهورية العربية المتحدة التي أقيمت في 22 فبراير 1958، وكانت أول محاولة جدية، إلا أنها لم تدم طويلا. هذه التجربة الوحدوية انفضت بانقلاب في سوريا في 28 سبتمبر 1961، لكنها بقيت التجربة الوحدوية الوحيدة في المنطقة العربية التي تجاوزت عتبة الإعلان وعاشت أقل من 4 سنوات، في حين بقيت تجارب وحدوية أخرى جرت في أوقات لاحقة مجرد إعلانات عابرة ولم تعمر طويلا ولم تدخل حيز التنفيذ على أرض الواقع. الدولة الوحيدة تبنت علم الثورة المصرية عام 1952، والمكون أفقيا من الألوان الأحمر والأبيض والأسود، وأضيف إليه نجمتان تمثلان القطرين، فيما أقر العراق في عام 1963 نفس العلم بثلاثة نجوم، فيما
قاعدة هذا العلم الثلاثي اللون تركز عليها في الوقت الحالي أعلام مصر والسودان واليمن، كما كانت ليبيا تعتمده في فترة خلال سبعينات القرن الماضي. كانت لتلك الوحدة بين قطرين عربيين متباعدين جغرافيا ولا تربطهما حدود مشتركة تأثير لاحق، وإن كان رمزيا فقد احتفظت مصر باسمها الرسمي الجمهورية العربية المتحدة حتى العام 1971، فيما أبقت سوريا على علم الألوان الثلاثة بنجمتين. كانت مصر بقيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر باعتبارها أكبر دولة عربية سكانا وجيشا في تلك الحقبة مركز ثقل للقوى الثورية العربية، فيما كانت سوريا كما وصفها الرئيس المصري الراحل تمثل قلب العروبة النابض، وظهر ذلك في الاستقبال الجماهيري الضخم الذي حظي به جمال عبد الناصر في دمشق في أول زيارة له بعد الوحدة بين القطرين العربيين الشقيقين. في 28 من سبتمبر 1961 قامت مجموعة من ضباط الجيش السوري بالانقلاب وأعلنت خروج سوريا من الجمهورية العربية المتحدة، وأرجع ذلك إلى التهميش الذي مورس على سوريا، إلا أن قادة الانقلاب حاولوا التفاوض مع القاهرة على اتحاد بشروط جديدة، لكن جمال عبد الناصر رفض التسوية وعادت الأوضاع إلى ما كانت عليه، وبقيت تلك الوحدة أقصى إنجاز لعبد الناصر في طريقه صوب هذا الحلم العربي المنشود. الجماهير العربية تعيش حول قضاياها المصيرية مشاعر وحدوية، لكن هذه الشعوب في واد وقادتها في واد آخر. وإلى أن تلتقي هذه الإرادات التي تملأ قلوب شعوب العالم العربي نحو الوحدة مع إرادات القادة العرب، أننا نحتاج لوقت أطول حتى نصل إلى تحقيق هذه الوحدة العربية المنشودة. دمنا ودامت بلادنا العربية بألف خير، ومعا وسويا نحو تحرير فلسطين واقتلاع هذا السرطان الاستعماري على الأرض العربية، وتطهيرها من نسل الصهاينة، وأن يعود العرب أساتذة العالم وسادة الأرض بإذن الله عز وجل تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.